إنه ضمن يا بني آدم إلا عدي إلهي كبد باذيي إبليس نؤير إلا عبادك منهم إيش المخلصين أدوما ذا سافق كوءة طاعت كوءة ما هي إدكالو إغفا كان يسمرهن أي إبليس وعديي إلها نقدق أدوما ذي سمخلصين تا أحبة الكرام في كل زمان سداس أي دعوة الحق عدو لوغو يهي شيطان إيو إنت أودوف سدي أي سنرالي كان قنين حقا إلو موقضه لكن الله جل وعلا وأنو عدي سبحانه إن دين تيسي أي كرن قن دونتو أي بلك أهاري دونتو ولو هذا الله امتحانه هذا الله ديبو الله جل وعلا أولي ديسا إيه الله دينك سيحن بارسن إيو انت راع سنبا هذا الله ديبو لكن أيهو حق أدن بين دونا سيد القرآن كا تفسير كي سادات بغي ستان آد إن بغن كو أركتين قصصتا سورة ده مكيغ الله وكو شيغو لولن كعلس لحمرة أنبياء إلهي إي انت راع دي إيو ددك كسو هرجيدو أخيرا أيغا قوش أي راعدو ولو سوسن دد راعين لكن الله أوبا بإنجري عد كستو دعوة دان كهر تمت دين تان كهر تمت اسكود دي دي إنو سندول كان كهر قلن الله مبدئ سجل وعلا أحبة الكرام ولا لهيغا إذن كان وحان إذن كوكو باقي دونا هداد ربطان عز إيا شرف في الدنيا والآخرة الله جل وعلا أهيليا كتاب كيسا هيل انت وحكلا معهن أول إن أدبرتان ثانية أذكرنا قنتان ثالثا أطفي ديسان دينتي إلهي ومدين وي بابا سنتهي قار أهان دقمدان أنجوغو لن أحكستبا مركاتي أنسكنهي لأن فان وحما ترايو وحول بوحا لو باهن يا بروف اي وح عدين ان ادو هاي ستيد وح اتهي اذكرون شاكتيد وح اتهي الله جل وعلا كتاب كان ان رميسن هاي او قف مسلمنا ان او قلين ان لدوليه لحوما يا كتاب كان قشنا داكو اردتد قبل كيس للك اكو اردتد اتقاذي سيد اتلم كاني سيد عزي قاقا اسيقو كجرا عزيغاaga asigoo ku jira marka walaalahayga gaar ahaan dhalinyarada guud ahaan dadka waaweyn rag iyo dumar diintan kalma idin kaga baahantahay asigoo Allah u sanna idin baahneen sida kitaabkiisu ku yiri munazzal ka jalla shaanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum الله هداد اوهي لسان وإذن هي لنا يا الله قهي لنا إلهي عدو قيس الشيطان إيو انت أعوام أؤه هي لنتنا ماهن كليا إنا دب قيستو إنا دوحخستو لكن هي لنت إلهي وإن كتاب كيس أدبرتا أقو انت جاهل تحي إنا دوحى ليسد ماهن وحمها قاجين يسد نبينا صلى الله عليه وسلم علمي الله وغيري السجن وحق الا مصادر فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات نبينا الله برا لي جل وعلا اوغو الله اله حق لك عابد انه سنجر الله ما هي ولا لهيغا علمي وقت ملحن أديكو يري أديكو داء إن أدبرت نبينا صلى الله عليه وسلم مرك لسه صار أي قريش عيال ما هين أبو بكر النبي يا وين والود هذا ومع ذلك ومدى منك أبو علم بدن النقضي وحي نكم صدقين وكذلك عمر رضي الله عنه وكذلك عثمان علي أبو يرى هذانا
إلهي دينتي سقرب أي أنغبين مركي برتين كبعدي أول وحان إذن كوغييرا الدين إلهي إن العلم أويرنا ورطو طالب إن نقونه جامعات لبكتا مدارس لبكتا وحول با لبرتا أدويدان وحفي عنوى إن متعلم آن نقطان إن ضد أدويدا لصعد آن نقطان حال كذا لكن وحا كوين وحا آخرك راعي دونه أو الله نرى لك هذا نقوم دونه أو كتاب كيسي أو دين كيسا إن أدبرتت مركز عزي لنيسا دل يردين ما توابع بعسيهين مخدرات قال أهان دق مدان وحيابه ما أنك الدورين أيه واحد مودا إني نقطيب وحل قفان إنه نقضي حتى الدمر كي لو قشك سيهي قبلها هنا شرف دار كوين ملهن وح الله حرمي إن بلود أي كون قطفان أو كون نقضه ما ليش هذا قيب كمذا أي نقطه قريش أنا جاي نلمد أهاين بل وين جسي حمايين عمر الكل سوى هانجري رضي الله عنه قمري وحيابه وجج علي أي كمذا أهيت قمري وعبد جري عمر قبل الإسلام سنم وعابد أي رضي الله عنه أصحاب النبي صورة عليه صلى الله عليه وسلم أي دل جري قراع جري إلى هير عمر قبر ومالين قراع أي مركو أش كجوجي وحور واد علي أن كجوجي ما كجوجين النحريس سو الدل أي محمد كهر كليح درتي هذا محور نقضي رضي الله عنه مدكو إلى هاي الدين تان كعزيي وحول بوالا دافي كرا هدي إيمان قلبك إله قليوه عمر رضي الله عنه نبي قد دلكي سو أفك فكناي وحكسي وين إنو قمر عباي نبي قد دلكي سي أيو كوهو لنا رضي الله عنه مالنتو عمر إسلام أي وحو أصاب حي نبي قد دلكي صلى الله عليه وسلم نينا كهريمد والعمر انتهى صوتا وحير محمد ان ربا ان سودلو صلى الله عليه وسلم نينك ادو ارنتا او مرغوداي مسلم واها لكن عمر ما فهم سنين وحو اشهي عمر وحير مركور اهلكا سو ادبي مر بن ان اهلكي سي او اتل مع مسلمين اه لكن تاسا او سهلنيد انو نبيغا وح غارسيو عمرنا وحو كميد اها قريش رقوا دي أبو قطرسن أسيقيو حمزة خالد رقوا وحي أهين هرمود أه قريش عمر وحو رياوة إهل كيغا ولا شادو يري فاطمة بنت قطاب إنين كيدا أيغا كبلو محمد تيو قصعتا مركز عمر قرشي سبدلي قريق ولاشي سو آدي مركز آدي قريق ولاشي سوحا لجوغين أيدي ننكيدا زيد وحال جوغي صحابي رضي الله عنه خباب ابن الأرت إنو آن رجيني عمر شنقرتي سيم مغلين وحوق أسو صعوده خباب ميلا قريق لو قريي مقار قرآن كقرن وقو أخرنا قريق وقو أخرنا عمر مركو صوغل وحوير محا هوقن كان آن إذن كمقلع عادي أنا قاشي كيسن ما يويري لأن وح أقواه مركز سويري وحن مغلي محمد دين كسئنا دراع ذين صلى الله عليه وسلم ويلك واسعل واي غير ذا إيو عداد اسك أي كجران إيو إيمان كيس در ديسا وحويري عمرو دين تعادو وطهدي لقى حقني مبادية هينا عمر كلمة داسو سوغاي ويلكي سيدكي سو كبودي قبدا والعاشي سنة واي كفو جن ربتي عمر نرباح وكم بفتي او دي كقيم دوجي قيدا عمر مركو أرك رضي الله عنه والعاشي سنة وعيدا مركاسو حوغا حشودي وري اتوسي وحاد هيسين وان مقلاهي مقاركي وحي تيري قبدا ايمانكا وحوال بكحوك بدن وحي تري نجس آياتهاي
isoo daahiri waan kuu dhiibe. Cumar allah khayr la rabay, ma ka xanaaqin hadalkaas. Waa soo qubaystay quraysh way taqaanay sida laisaga daahiriyo janaabada, lanna diini ibraahim wixii ka haray ayay haysteen, inkastoo mushrikiin ay ahaayeen. Cumar waa isoo daahiriyey, waa soo noqday ii dhii buu yidhi. Suuratu taahaa ku qornayd. Cumar markuu aqriyey aaduu ula yaabay radi allaahu canhu. Cumar hore ma u ogeyn? Maya. Quraysh waxay isku dayi jirtay dadka qur'aanka inaysan maqlin, oo waxyaabaha hadda hadalkeeni ku socdo inaan cilmi yeelano, oo maanta dad badan ay isku dayayaan ummaddeena, dhallinyaradeena inay indha la'aadaan, dhega la'aadaan, waxba ay maqlin, waxba ay ogaanin, oo bani aadam ay iska caabudaan. Lanna jahliga wax walbuu kugu kalifaa. Waxaad dulliga uga bixi kartaa inaad wax baratid adduun iyo aakhiro. Quraysh sida alla noo sheegay markii qur'aan la akhrinayo waxay dhihi jireen walgow fiihi lacallakum taqlibuun, ha lagu buuqo muxammad sallallahu alayhi wasallam markuu qur'aanka akhrinayo si aan loo maqlin, inaad ka xoog badisaan. Alla arkaa dhallinyaradeeda gaar ahaan inaad wax barataan maslaxadiinaa ku jirta adduun iyo aakhiro, yaan mustaqbal lahayn, yaan adduun dan ka lahayn, kulligeena mustaqbalaan leenahay. Mustaqbalkaaga wuxuu ku xiran yahay aqoontaada, gaar ahaan tadiinkaaga. Oon shilin lagaa rabin, gogashaan laguu fidiyey, biyo meel kasta ay kuu yaalaan, culimmadii shilin aadan siinin ku soo hor fariisanayaan habeen kasto. Waxaa nasiib dara ah inaad adiga ka caajistid aydan wax baranin. Cumar suuratu taahaa markuu aqriyey luqadiisa lagu soo dejiyey qur'aanka, cumar aaduu ula yaabay radi allaahu canhu. Maxaa ka wanaag badan uu yidhi, warshalaykii dadka aad ku dili jirtay waa tii daqiiqada ka hor aad u socotay rasuulka sallallahu alayhi wasallam dilkiisa. Marka jahliga dhibka uu leeyahay, jahliga dhibka uu leeyahay, jahliga insaan wuxuu ku kalifaa shaytaan inuu dhabarka ka fuulo walaalkiisa uu la damco god inuu ku rido. Jahliga adoon ka bixin ma helaysid adduun iyo aakhira liibaanteeda. Axibatu lkiraam, cumar radi allaahu canhu markaasuu yidhi dulluunii calaa muxammad, war muxammad itusiya. Khabaab meeshii uu ku dhuunsanaa uu ka soo baxay, markaasuu yidhi abshir yaa cumar, rasuulka allah sal allahu alayhi wasalam shalay ayaan maqlayaa, soo ku ducaysanaya ilaahayow labada cumar, midkaa jeceshahay diintaada ku cizey. Subxaan allah, diintan allah iskale, allah waa u gargaarayaa diinkiis, laakiin asbaabaana laga rabaa anaga aan ku liibaanno, oon ku cizowno diintan inaan sharaf ku yeelano. Maana alla diinkiisa tabar uma weynin, waa midka habeen kasta wax dila, maalin kasta wax dila, abaar keena awooddiisi jalla wacala. inuu diintiis u heliyo maxaa ka hortaagan ilaahay, anagaa mas-uulna looga dhigay. Subxaana, ina dunyaa xilwatun khadira wa ina allaha mustakhlifukum fii fayanduru kayfa tacmaluun fataquu dunya wataquu nisaa. Adduunyadan fidna waaye, adduunyadan waa fidno. Alla ugu talagalay in addoommadiisa ku kala saaro aan noqono kuwa ilaahay cizeeya. Cumar Khabaab wuxuu yidhi waxaan maqlay shalay rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo dhahaayo ilaahayow diintan ku cizey labada cumar midkood, lanna maalintaa diinta ilaahay asoo rasuulka sallallahu alayhi wasallam joogo ciriiriyay ku jirtay. ma awoodin saxaabada nabiga sala allahu alayhi wasalam kacbada inay ku tukadaan, ma awoodin. Rasuulkeeni waa loo fagfakanaya asigoo saa loo jecel yahay, alla ilaalinaayo. Wax badanaa dhibkiisii laisku dayey, waa la ceejiyey sala allahu alayhi wasalam ilaa indhihiisa ay sigeen inay soo baxaan. Inta nin gadaal uga yimid uu ku ceejiyey go'iisii nabiga sala allahu alayhi wasalam. wa kadalika
قريشنا عستودي إني نبيجنا مضح عيد وقشبان صلى الله عليه وسلم أوس إني دوش كساران قال كأوس كيس النبي صلى الله عليه وسلم نبرك إني كساران أساس وجود سن جهل درتي وحول بوك كلفا قفك جاهل ككاء دين كان إله إنه لدق علما وهو لا يدري أصلا إستهين الله لدق علما يسا ميس أغا لكن واحد أغا تان بالنيرو إلهي دين تيسا وحو قلت لقلي أنيق إنا نعز أيالنو أنيق إنا نكشرفونو أنيق إنا نكليبانو لأن إلهي دين تيس وأهي لنا يا إن الله ناصر على في دينه إلهي متك أهي لنا وين دين كيس إيه رسول كيس بقى سبحانه وتعالى الله وحير عمر وحير وحن رجين يا بريدي نبي صلى الله عليه وسلم أبيك إنا يكون قبطي عمره لبض عمر ياوي وأبو جهل يا عمر بن الخطاب والله بضن من قريش وقوع جائب سنيت لو قعب سنجري إلهي عمر ولدون جل وعلا عزيقاس عمر والله لدون سبحانه عمر مركو إسلامي دار الأرقم أيو تقي قريق اللي قلوه من جري أو قرآن كالسكو باري جري دين تلسكو باري جري صحابة بل يرضو ذا أي بوحين أوقفك إلى صوت تشكيلي يبا لكيني جري ما أنت أنا قنا رنتا سن أباها النهي إن دليل بين وحي فهمان أي صوقبتان ولا له هذا حيب تفضية قدتك كجرة مخادرات كاستعمال أيان ومدان إزيك يجي أن كفكرين إن سي ترتيب مضح أيضا الله صلاح أيضا إلهي بيتك سلكينه لا تسيه خلط كودي إي شيطان إنو لد تجي مركو أبادو أين دونا إنو إنتا مددا دير إلهي حد قذبو كسمين جري الله صار نوقر حيي الله شرف نوي إلي الله قراد إيو عقل نسيي وهدن أنكو عاسين إنو لنك دالي يراد مركو فهمو مركا سا سبر أي أونو قونا ين وحوال بو معاسي هدي ناق نقول لهيد حرام هدو بلود نقول لهيد إيه هدي حمان لقول لهيد با قفك مركو وح أغادو ولالك سي ترتيب وح أغشيغو مركاسو أغانا إنو خلط كجري فكم صحابة نبيغا أي أوينا يين عيل إيو مروغا أي لأوينا يين مدة دير ميان لدقا لميني الله سا نو أبو ري رسول كان او نو صدر أن لدقا لميني أي لأوين جرين رضوان الله عليه كوين وي لأوين دونان أدان وح فهم سينو سيد جنان وحن أفهم سينو آنن تكورن آنن حمان أتسنن سي ترتيب خلط كودي آن أتسنو شيخ أي مالين وعدنا يي ويل قاري سارن رق مخدراتك إلهي كب رايي كب بلود وقندقي أي صامري شيخ ياسيقو وعدنا يوالبا إلهي آيدي سي أغرنا يو سبحانه وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون بار الدين كإلهي ولا لهيقة ونآتك وجعلهي عزتي نجعلهي شرفتي نجعلها في الدنيا والآخرة دلقين ونعبهي قفك الصوت دين إذن شيقا ينصاص وقم دن قضاء وهبينك مروك جيفتا ومدى إذن حي حق أقاضا لا أضحي ومدى إذن حي ربي قيدا أعابد لا أضحي ومدى إذن حي دين تيدا أقوهيل لا أضحي أحبة الكرام وحبرت لليرو وحبرت والدك أدبع سنادا ومدينة أدبع سنادا هل إذن أركو الله بركة إذن قلنا قفك إذن أركنا الله صوب وقلقا هنونكيس أذيكم نب سمينين أكالي بيتك إلهي أكالي إلهي مرت النغضة الله وإذن جعلي هاي سيدانو إذن أبوري
quruxdaanu idin siiyey hooyo wax kaama oga iyadoo naaskeeda aad haysid dhinaceeda aad jiiftid wax kama qaban karto xaalkaaga haddii neef kugu xiranto wax ma kaa qaban karto yaa waay midka ku badbaadiyey allah yaa waay midka caloosheeda dhexdeeda muddadaa dheer kugu korinayey yaa waay midka nabadgelya kaaga soo saaray kafkaas yar ciriiriga ah allah markaad lixaadkaaga innamaa yuakhiruuhum liyowmin tashkhasu fiihi alabsaar wiilkii gaariga uu waday muraayadduu hoos u dhigay waa muqadarist 72 jir waay ilaahay waa u nimceeyey adduun carabtaanuu ka mid yahay laakiin balwadaanaa lagu ibtileeyey aayaddaa markuu maqlay waa ka soo degay muxaadaradii lagu hayay dacwatu shaaric ayuu ka qayb galay waa fariistay markay muxaadaradii dhammaatay sheekhu u tegay wuxuu iclaansaday towbadiisa allahu akbar inuu toobad keenay ayuu sheekhu hortiisa ku muujiyey bil ramadaan bilowgeediina way ahayd wixii ka dambeeyey wuxuu ku soo biiray dhallinyaradii wanaagsanayd safkooda inuu ilaahay diinkiisa baranaayo culimmada meel kastoy kheyrka sheegayaan inuu aadaayo ilaa laga soo gaaray ramadaan 72-kiisi habeenkii fadliga badnaa taraawix markuu soo tukaday hooyadiisii dhibka ku qabtay oo maanta faraxsan ayaa wuxuu yidhi hooyo tahajudka ii kici hadhowdi waa seexday waqtigii markii la gaaray hooyada midig iyo bidix ay u gedisay naf maba ku jirtaba wiilkii allah ilaaha ila allah subxaana allah axibatu lkiraam alla cizziyuu idin la rabaa alla ma raba inuu idin duleeyo lallahu afrax bitawbati cabdihi allah ku farxad badan addoonkiisa towbadiisa ayuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam ilaaha kugu farxa adigaan oo waxa aad ka samaysantahay aad og tahay waxa calooshaada ku jira aad og tahay oo maalintii intaa jeer inaad qubaysatid aad u baahan tahay allah wuxuu jecel yahay toobadaada waxna ma u qaban kartid ina allaha huwa arrazaaq dulquwati almatiin ya ayuha annaas antum alfuqaraa'u ila allah wallahu huwa alghaniyu alhamiid in yasha yudhibkum wayati bikhalqin jadiid wama dhalika cala allahi bicaziiz allah waa idinka deeqtoon yahay ma idin baahna dadow idinkaa u baahan hadduu doono waa idin tirtiraya ilaahay wuxuu la imaanayaa khalqi cusub casiisku ma ahan ilaahay arrintaa kuma cusla laakiin markuu idinkaadinayo idinkoo xun idinkoo ilaahay caynaayo idinkoo dhahayo ilaahay wiil uu dhalay maantaan ku jirnaa feestadoodii gaalada krismasa soo dhow ay xaflad u dhiganayaan wiilkii ilaahayaa dhashay subxaana allah laga yaabo qaarkeena jaahiliinta inay u dabaaldegaan krismas krismas ay yidhaahdaan ood u dabaaldegtid raalli ku noqotid allah wax dhalay laa ilaaha ila allah axibatu lkiraam wiilkaa khaatimo suubanu ku dhintay maxaa keenay diintan ilaahay la faafinayaa keentay culimmada haddaysan caajizin hadday juhdi iyo dadaal bixiyaan ummaddan miskiin waay shaytaan ayaa gacanta ku dhigay u tusiyey xumida wanaag wanaaggana xumaan u tusay daliil ku ah cumar radi allahu canhu daaka rajul oo nebiga sala allahu calayhi wasalam dilkiisa u socday markuu gurigii yimid lagu dhuumanaya yaa rasuul allah albaabka markuu cumar yimid duleelkaa laga fiiriyey cumaraa joogaa waa naxeen saxaabadii gudaha ku jireen leen nin shar lagu ogaa ayuu ahaa seeftiisana waa watay wuxuu u socda ma oga
dadkii ayagoo dadkii muransan xamsana hortiisuu islaamay wuxuu maxaa idin daaray ee cumar albaabka taagan haddii cumar uu yahay ka furuuri albaabka hadduu khayr wada waa soo dhawaynaynaa hadduu shar wadana seeftiisan ku dilaynaa allahu akbar cizigaasuu alla idinka rabaa jalla wacalaa rasuulka loo sheegay gudaha ku jira sal allahu calayhi wasalam wuu soo baxay ha laga furuu yidhi waa laga furay cumar waa soo galay soo seeftiisii xambaarsan markaasuu nebiga seeftii macalcumar macalkuleytiga isula qabtay wuri yaa cumar weli ma reebtoo min miya ee nebiga sal allahu calayhi wasalam keybka wax kama oga cumar wuxuu u socda ma oga alla keliyaa qeybka og xataa rasuulka allah sal allahu calayhi wasalam wuxuu alla u sheegay maahe wax kale ma ogaan karo markaas uri cumaro weli ma reebtoo min miya markaas uri ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu annaka rasuulullah allahu akbartii isqabatay kacbadaa laga maqlay qurayshtii fadhisay ayaa allahu akbartii gurigaa laga yidhi kacbadaa laga maqlay isla markii cumar wuxuu uri yaa rasuulallah anaga miyaan xaq ku taagneen ha ayaga miyaysan baatil ku taagneen quraysh ha maxaan u dhuumanaynaa yaa rasuul allah nabix rasuulka ilaahayow quraysh waa tusinaynaa waxaysan jecleen maalintaasa ugu horreysay saxaabada ayagoo laba saf ah safna cumar uu hogaaminaayo safna uu hogaaminaayo asadullah xamza ibni cabdilmutalib ridwaanullaahi calayhim cizidaasuu alla idinka rabaa ummaddan muslim waaye wax sheegiday u baahan tahay ayadoon dhib loo geysanin ayadoon la carqaladaynin ayadoon la mushaakilaynin waxay u baahan tahay in wax loo sheego dhagax ma ka samaysna alla wuxuu yidhi jalla wacala low anzalnaa haada alqur'aana calaa jabal la ra'aytahu khaashican mutasaddican min khashyati illah wa tilka alamthaalu nadribuha linnaas lacallahum yatafakkaruun qur'aankan haddii lagu soo dejin lahaa buur jamel waad arki lahayd ayuha almukhaatib khaashican buurtiyoo khushuucsan mutasaddican dil dilaacmayso min khashyati illah war qalbigeeni dhagax miyuu ka adag yahay la laakiin in wax loo sheegaa ka maqan in wax loo sheego ayaa ka maqan qofkii alla khayr la rabo waa soo hanuunayaa qofku alla khayr la rabinna allah og meeshuu geysanaayo dhallinyaro way idin baahan tahay diintan quruxda diintaanaad tihiin ummadda ubaxeedaa tihiin allah jalla wacalaa diintiisa cidna uma baahna laakiin annagaa u baahan habeen kasta haddaad saa u soo camirtaan majaalis addiin idinkoo isjecel xumaan qalbigiina allah uu ka saaro berita allah uu idin naadiyo yowma laa dilla ilaa dillu allah uu yidhaahdo ayna almutaxaabuuna fiya ayna almutajaalisuuna fiya ayna almutazaawiruuna fiya alyowma udilluhum fii dilli fii taxta dilli yowma laa dilla ilaa dilli aawi kuwa darteedii u fariistay aawi kuwa darteedii isku jeclaa aawi kuwa darteedii isu soo booqan jiray maanta harkayga hoosiisaan u harina maalin aan har jirin ilaa harkayga maahe subxaana allah maanta haddii meel maxfal laisugu yimaado oo meesha madaxda fadhiisa lagugu yeero leerta ah adigoo dhan waxaa isleedahay waxaad dareemaysaa wax aan caadi ahayn maalin aadam calayhi salaam iyo kan ugu dambeeya ilaaha abuuray meel isugu imaan doonaan ka waran carshi raxmaan haddii lagu hoos fariisiyo waxaa ka mid ah shaabun nasha'a fii cibaadati illah wiil da'yar oo ilaahay cibaadadiisa ku barbaaray ayaa ka mid ah dadka loo harin doono sida rasuulkeeni uu noo sheegay sala allahu calayhi wasalam sabcatun yudilluhum allah fii dillihi yowma laa dilla ilaa dillu toddoba allah wuxuu u harinayaa harkiisa hoostiis maalin aan har jirin ilaa allah harkiisii maahe waxaa ka mid ah wuri nabigeena shaabun nasha'a fii cibaadati illah
ويل داير دلي راه غبرنو كجرتا الله اسمك عاصنا جل وعلا ميسن عيب اهين فاين تذهبون الله وحله انت اسعتان انت اسعتان انسانو نبي جن صلى الله عليه وسلم تاسو كدا دعي صحابديسا فبين ايمال وي اونجرين وحي هوري امان لو قبطا ما الله سن حمانتان كسمينيني قف كان كسمينيني كحد قد بيني مددر ان لدغا لميني وي اونجرين صحاب النبي رضوان الله عليهم الهينا عزي شرف او بدلي سبحانه وتعالى ولا له هيغا مخدرات كان لباتو لي هي غار اهان ادي ادو اودبي امده ادو اودبي والدك ادو اودبي مجتمع الله جل وعلا نبي جي سوخليا كل مسكر حرام وحول بومان كدورين يا حرام ويان ويلن حسوستا اون هلمامي كرين ولي جيجا قوليت لدهايي مع المان شار دعوه شارع كاخرين هاي الجمعه دي برحدان مزينه المرشد والله امد يصاص وصفن محاضره دي صعته لحدنا قبو سن كجيرين اي صامري لحدو استاغ سيجار وتي واكل جبيي لا اله الا الله صفكين وكسو بيري وحو نوقدي قف وناغسن امد ان وح لو شيغه كليا كمقن امد ان وح لو شيغه كليا ايا كمقن بل يرو وكالي علمدينا وحك فائديستا الله شرف إذن للربا سبحانه وتعالى إلهي عزي إذن للربا الله كتاب كسم نزل كوحوكوير سبحانه وتعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون ولا الله وحو إذن سود جيه كتاب شرفتين كجرته ما لنتا قريش على لحظة قريشي كتاب الله إذن سود جيه رسول كان وناكسنو إذن كسو ديبي كتاب كاسو نحديس شرفتين كجرته أفلا تعقلون والعقل مليه دين ميا إلهي وحبو قرنسيه قريش رضوان الله عليهم انتو الله خير لدوني ما انت الدين تان آن هرسنين وصواب أنه غذين إني نسوق قرسيان ما أودد ورا شادي ورا الكاقي هويدا بإنات قرسيسي أدق إنات كوهنون تيد أدق إنات نخد بيتك إلهي مد الله أخذ سن مركو صلاة كنايو أك آمن سن موليه سئنو هرتاقي يهي نن مضح حنة ونوحبكو قبن كريم مركات صوهر استاكتد واك قريري أدق أردن وحن مكو قبن كرو عافماد مكو سين كرو وحد أباهنتاي مكو سين كرو الله مركات صوهر استاكت صلاة كنا سيدنا عليسك إيو عاجسك كوهاي وحل قياسك رماه رسول كاغن وأوينا صلى الله عليه وسلم مركو صلاة كجر وحا لك شيء أي حبت كيسا وحن كمغل جرني أزيز كأزيز المرجل سيدا ليري كرايا أوكلا حبت كيسا كمغليني رسولك صلى الله عليه وسلم مركو صلاة كنايو وكذلك صحابته رضوان الله عليهم أحبة الكرام محاكا قرح بضن محاكا شرف بضن ربي قاقا معرفة هداد ويالته هاي بديس قلبي قاقا كبو حسنته إي وينيديس إندها قد جعيل آد وقبت إلما أي وقصو داتان آد درين تمركت الله أكبر تراهدو بقر كيكو أبورتي إن أظهر تاقنتهي محاكا عزي بضن محاكا شرف بضن لكن درين كاس من قجرا مركان صلاة كمينو مرلي ما نلقردم أيو لكن عاودن صاحبك ولا تاقنان كرتا فيلن وافيرسن كرتا شقد هذا واجوغي كرتا أفري لو تنسى إلا غاحر مربتد لكن الله كو أبوري عقلي قاس عزي قاس شرف تاس أوداس كسيي شد خيخ ما أود السراء حبضا إنا ظهر استاكتو ونحريس أن لقول الدونين واي حديب هيركا عاد مرسد واردمانينا والله واردمانينا يوم من الأيام الله سان هور استاق دوننا محان اقو جوابينا جل وعلا مركو نوي دي عمري قيني علمي قيني هانتي ديني وحان كسميني اسيقنا نسي استي انا قو عاسنين ونا ارزاقا هبينكي واجي حتى هرد راح بضن
وصوت توستا أديكو ابنها قدك دقاء قايان أولي لغو مشوبو غاس لغو مشوبو إلتريك مكوكو شدنا وحد أركي وحد مغلي وحد دميني هادنا عسيقا كل الدقالة ميسا مرة تدئنو إعابد كويري آت عابدو نقو أمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي سبحان الله أمن هو قانت الله دهي قف أسيقبا أدي عدبضا إلهي أدوى ديعة أمان تسمى لسو كوبكرو أمن هو قانت آناء الليل هبين كسا عديس الله أدي الله أتاقن للي يرواي شهود لآن ما هيسو أود لآن ما هيسو لكن رب العزة قلبك سكبو حسما يجعلك أوقبو أي وحول بأسو دو دوبي توبادو ليمت معاسي كسو كسو تنزلي ور إلهي وإنان كرا لقل يمقو آنكو قاري أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما مرو سجوسيه إلمين أيو مرو تاقين يهي ساجدا وقائما يحذر الآخرة آخر تحذر كقبا عبسي كقبا قيرد كذي كو إماتا ويرجو رحمة ربي ربك سنحريسي سورة جينا يا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكروا أولو الألباب الله دهي ما سميهن كو وحي قان إيكو أن وح أقون عد كلمة الله وحا حصة أو دريمة أودي سي إجعلك سي هاي بديسة العلماء كو وح قرن كو وح فهم آيان كو وح قرن آيان الله قرن آيان جل وعلا قل الله هيك الله هايدي هنونيو هن إذن عزيو عدو قلنا الله هدين كقبتو قار أهان ومدى إذا قود أهان صوماليو دن إلى هدين كيسا أنا قا أباهن أيضن ومباهن والله معانا دريم لهيد هبين كي مركات موبايل إي بلاي آ كجرتد عكسي قيس هدين لغو سين لها قرآن آد أخرينيست أما صلاة آد تكنيست راحت هيلي لهيد oo adduunyada madaxdeeda weysan isku day rabbigaaga inaad raali geliso intaad soo halaysay isku day rabbi jalla wacana inaad u toobad keento isku day sidoo askari hortaada taagan dambi aad ka gashaa uga qarqaraysid maanta la i cafi aad leedahay si ka weyn alla inaad habeenkii markaad seexanaysid sariirta aad fariisato ilaahay hortiisa saa ugu khushuucdo ugu oysid إلهي وقف وين أنك أقلي إلهي وأودا أذقى إسي إلهي مرقها أذقى إسي إلهي وشهودا أذقى إقو أبوري الله وخرحدا أذقى إسي وأكو عاسنا الله يو هدا وحقرتي هدا قرتي حقاق حقوق ذا إلهي إلهي ميعفني إلهي ميعفني سا وانكو صون نقضي وذي أكته مصعب بن عمير مركو نبي قبرتي قبلها قريش اسكت دقالم الجري ويدي سآذي أجعلت مركو نبي قال صحابتي سدن يرد أصحابتي سأي سو تشكيلية نبي قال لوكيني حقيقة ظلتو سي وحو درامي وحمعان بضن وصن كهلين قريش إيه ويدي سحق تيدا مصعب وإسلامي ويدي سامق شي وحي تيري حراما كلنا هانيقي أذيقا مهر سنايو وحمعونايو إلا محمد آتكو كفر ست وأي وحوري وركاس كداف محمد مكو كفرنا أيو هداد بقل نفليدها ومربا أجيد مد إني كابحيسو والله الدين تيدي ما كبحي هو يعن أما اسكداف الله أكبر مركا إلهي نور كيسي إيمانك قلبك إنا هقليو والد كينا إنتي سوحد قد بين أنت ونلدق على من إله كعفيو انت هبنا ولي جهلك كسوغن الله سو هنونيو انت هنونسن الهي ها ازياديو ولا لهيغا جهلك كبحا خرافاتك كبحا ور الله اي رسولك سن ايدي كوغو ييرينا ما دودات كقبطان معارض مياد كوتين الله اي رسولك لا ما كبحاي قبيل كيغا ما كبحاي اب كيغا ما كبحاي هي يديدا الله كله يا رسولك محمد صلى الله عليه وسلم
iyo kitaab kan alla noo keenay nabigana dhaxal noo siiyay sallallahu alayhi wasallam cilmigaan aanu ka dhaxalnay aan u kaalmayno aan barano aan isku cizayno waa liibaanayna wallah anagoo gacan qaadin dad caayrin dad dilin dad dhibaateynin wallaahi alla cizina siinaya wallaahi alla ciziyuna siinaya laakiin diintan haddaan faraha ka qaadno sidaana u dulaysnaanayna iyo si ka daran alla subxaanahu watacaalaa cizi ninkii rabo falilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin man kaana yuriidu alciza falilaahi alcizatu jamiican qofkii sharaf iyo cizi rabo wallaahi diinta allay ku jirtaa istikfaar la imow salaad la imow salaax la imow wallaahi faqrigaa ka baxay wallaahi faqrigaa ka baxaysaa wallaahi meel aadan ogeynoo alla kaa arsaaqa cidaan ogeyna wallaahi kutaa ku laynaysaa wallaahi waxaan aragnay waay laakiin haddaad u mooda awooddaadii caqligaagii cilmiga adduunka inaad wax ku keeni karto wallaahi dulli ma ka baxaysid dulli ma ka baxaysid marka ayuha alaxibatu alkiraam ilaahay isukeen dembi dhaafo wallaahi waa idin jeclahay waa idin jeclahay alla markaatiu ka yahay alla cizidiina inuu kor ay uu ka yeelo ayaan jeclahay weligeygana aan jeclaa alla waxaan ka baryaa marka subxaana wa tacaala adduunkiina aakhiradiina inuu idin hagaajiyo axibatu alkiraam go-aan gaara niyadaada go-aan ka gaar alla inaad isku dhiibto ilaahay diintiis inaad khaadim u noqoto beri markaa dhimato in aad sharafku lagugu hoyo qabrigaas ciriiriga mugdiga ah laakiin adigan aad ku faraxsan tahay ad leedahay qadimuunii qadimuunii war iwada iwada maxaad ii daahinaysaan inaad gaartood beri ku dadaal bismi illah alxamdu lilah wathanaau lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah allahuma innaka cafuun tuxibu lcafa facfu cani اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم من أرادنا وأمتي خيرا فأعنه يا أرحم الراحمين ومن أرادنا وأمتي شرا اللهم اجعل تدبيره في تدميره لا إله إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته